انا جيت اليوم باش ندير الفاكسا هذه وجيت انا والمدام ودرنا الفاكسا مليحه بزاف خلاص واستفدنا منها. هذه الجرعه الثالثه هذه الظاهره درناها، ماذا بينا الناس كل تجي دير هذا الفاكسا هذه. حمله تلقيح ازيد من 250 فلاح بالجرعه الثالثه ضد فيروس كورونا كوفيد 19، وذلك في اطار الحمله الوطنيه اللي اطلقها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي من اجل تلقيح الفلاحين والموالين.